السلام عليكم ورحمة الله. خبر مفرح للمغاربة، مولاي الحسن والأميرة للا سلمى وللا خديجة في اليونان. تابعوا الفيديو. اليوم ظهرت الأميرة للا سلمى ونجليها ولي العهد مولاي الحسن والأميرة للا خديجة في مدينة نيويورك الأمريكية، بعدما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة على نطاق واسع هذا الفيديو. بعد انتشار هذا الفيديو المفرح للمغاربة والمحزن للبعض، كانت هناك بعض التعليق، الكثير من التعليق من المغاربة، منهم: يا ريت ترجع للا سلمى للساحة وتلبس القفطان المغربي، من نهار مشات هجموا علينا الجزائر ولاو يقولوا القفطان ديالهم. ما شاء الله للا خديجة كبرات وللا سلمى توحشناها، والله حتى احسن حاجة شفناها اليوم. وتعليق آخر: واحد الدولة فين ما تكون شي صورة ديالها كتلقاهم كيترحموا عليها، زعما راه عارفين أخبار بلادنا أكثر منا، محال واش يديهم النعاس. أحسن سفيرة للقفطان المغربي هي للا سلمى، الله يخلي لها وليداتها يا رب. صحاب قتلها ودفنها في القصر، أش خباركم؟ الحمد لله شفناها بخير وعلى خير، الله يحفظ جميع أفراد الأسرة المالكة. وتعاليق أخرى: كانت كتخلي العالم كامل فاتح فمه وهي لابسة القفطان المغربي. صحاب مدفونة تحت الزليج القصر، أش خباركم؟ يلا كحلوا عويناتكم يا الكراغلة، الله على الهيبة، الله يحفظهم يا رب. جيراننا اليوم ما غيناسوش. كانت هذه فقط بعض التعاليق اللي قريناها اليوم معكم بعد انتشار هذا الفيديو اللي دار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. والآن غادي نختم الفيديو ديالي بهذا الصورة الرائعة لملكنا محمد السادس الغالي، وغادي نقول لكم أنه الحمد لله بصحة جيدة. الحمد لله، بدأ الملك محمد السادس نصره الله يتعافى من جروح وفاة والدته الأميرة للا لطيفة رحمها الله. على الرغم من هذه المحن الصعبة، فإن الملك محمد السادس نصره الله يظهر قوة وكرامة في هذه الأوقات العصيبة. نحن ندعو الله أن يلهمه الصبر والقوة ليتجاوز هذه المرحلة الصعبة. حقا صورة رائعة لملكنا الغالي محمد السادس نصره الله. إلى اللقاء.